بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قررت ندير هذا التسجيل باش يكون رسالة للفنانين الشباب بصفة عامة، نبيل عيوش والسيدة لبنى أبي دار، خاصة بعد ما سمعت يعني تسجيل ديال الندوة الصحفية الأخيرة ديال كلبنا بإسبانيا. يعني أظن أن معظم المغاربة متأثرين سلبا بهذا الشريط وبالكلام اللي والى الشريط. بغيت يتطرقوا المشكل ديال الدعارة شيء معروف لا يحتاج شريطا، الدعارة تحتاج حلولا، حلول فعالة. الإنسان يأخذ من الوقت ديالو، يأخذ من المال ديالو، يعني يتساند مع المؤسسات الجمعوية، يتكلم مع الشباب مع الشابات، ينصحهم، كاين بزاف ما يدار. أما هاد الطريقة ديال غادي ندير فيلم وكلام يعني ناقص وصور غير لائقة، لا نحتاج هذا النوع من الفن. هذا ليس هو الفن النبي. ما كنحكموش عليكم، ولكن كنعقبوا على الافعال وعلى الكلام اللي في القلوب ما كيعرفها غير الله سبحانه وتعالى، لانه كما قال عليه افضل الصلوات والسلام، او بمعنى الرجل او الانسان يمسي مسلما ويصبح كافرا، أو الإنسان يمسي كافرا ويصبح مسلما. لهذا من أفضل الدعاء هو يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، على الصواب وعلى التبات. المهم، الفن شيء جميل ولكن خصو يتمارس بطريقة أجمل، طريقة نظيفة. قلتي السيدة لبنى أنه ممكن بغيتي تمارس الإسلام ديال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس الإسلام ديال اليوم كما يرى اليوم. ما كاينش 44 إسلام، كاين إسلام واحد. واش رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لك شرب الخمر ممكن كتفتخر بها علانيا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: من ابتلي منكم بمقذورات فليستتر. الستر ماشي نتكلم بطريقة علانية وكنفتخر بالحرية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إلا كدير الذنب القبيح استر راسك. هذا هو إسلام واحد. وكتقولها بفخر، يعني الحرية entre guillemets، من المنبر ديالك كفنانة كيشوفوا الشابات، كيشوفوا الشباب. شنو دابا بغيتي الراجل يشرب والمرأة تشرب والبنت تشرب وكل شيء عقلو يفقدو والدعارة تولي يعني سائدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما كنحكمش عليك، كنعقب على الأفكار وعلى الأقوال وعلى الأفعال. وبالرغم من كل ذلك أقول لك الإنسان خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعناه أحسن الخطاؤون الثوابون.
بإمكانك تتوبي الله سبحانه وتعالى، وأتمنى لك التوبة إن شاء الله. هذا مخاض ديال الحياة. الحياة ماشي سهلة، الحياة عبارة عن تعب وعن امتحانات وعن تجارب. كاين اللي يساعدك على الطريق الصحيح، كاين اللي يساعدك على الطريق يعني الغير صحيح. ولكن الإنسان يراجع النفس ديالو ويستعمل العقل ديالو اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى. كتحب الفن، مبارك مسعود، وظف الفن ديالك فيما يرضي الله، وظفه بطريقة يعني امتثالية، بس كن قدوة للشباب. من جهة أخرى، الإسلام دائما سيحارب، وعبر التاريخ أشرس هؤلاء الذين حاربوا الإسلام أصبحوا ممن ينشرونه. فلا ربما اختارك الله سبحانه وتعالى، وأتمنى لك هذا المنصب، أنه بعد تفكير وهداية إن شاء الله تعودين إلى فطرتك، تعودين إلى العمل الإيجابي والفن الإيجابي ودورك الإيجابي فيما يرضي الله، لتنالين به حسن الدنيا وثواب الآخرة وحسن الآخرة إن شاء الله. المهم الكلام كله يكون طويل في هذا الموضوع، إذن سأكتفي بهذا القدر، وكنتمنى إن شاء الله يوصل، ولا البعض منه يوصل، وكنتمنى وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، إنه سميع الدعاء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفرك ربي من ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأملت